باقي أعضاء المؤتمر اسمحوا لي أن أطلب منكم تحية الضيوف العرب كلهم باسمه لتروه وتعرفوا من قدر هذا الانعقاد وشارككم فيه لنرد له التحية بتحية أفضل منه. الأستاذ النقيب محمد المراد النقيب اللبناني لطرابلس. تفضل محمد. الأستاذ محمد المسوري الأمين العام المساعد اليمني الذي يمثل نقابة اليمن ويمثل اليمن الشقيق. عضو أو الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ بسام جمال. الحقيقة التحية كانت واجبة في المواجهة. كان لازم حضراتكم تشوفوهم وتتفحصوا وجوههم لأنه في هذا الفحص معرفة ونقل المشاعر. المشاعر التي تربط هذا الوطن العربي الكبير الذي ننتمي إليه جميعا والذي يتعرض كله للخطر والمخاطر التي نحذر منها والتي نؤكد على انه مصيرنا واحد. ولما كنت بتكلم على انه صفقة القرن مش قضية فلسطين بس. صفقة القرن كل الوطن العربي. في اليمن صفقة القرن. مين صاحب مصلحة في هذا الاقتتال الذي يدور الان في اليمن من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها؟ مين صاحب مصلحة؟ افتكروا مين؟ اليمنيين بالقطع لا. هل الجيران العرب اصحاب مصلحة؟ حتى ولو شاركوا في هذا الذي حدث برضو مش اصحاب مصلحة. محدش كسبان مش هيكسبوا حاجة. معركة بلا غالب ولا مغلوب. بل اقول ان المعركة كلها مغلوب. كل الاطراف مغلوبة. بالضبط زي ليبيا. كل الفرقاء بينهوا بعض. ورجعنا تاني لليبيا برقة وطرابلس وفزان ثلاث اقسام. هتحدث قسمة قبلية. ترجع ليبيا الى ما قبل التاريخ. وتجرف ما لديها من بترول يروح لفرنسا واوروبا واللي عايز ياخد هياخد. زي اللي بيحصل في سوريا. زي اللي بيحصل في سوريا. مش بس البترول رايح. مش بس الاثار دمرت. مش بس الاقتصاد راح. لا. ده النهارده بيملوا على سوريا نظام الحكم الجديد. لو حضراتكم تابعتوا قرار الامين العام بتشكيل لجنه من 150 شخصيه هو هيختارهم. طبعا الامين العام ما يعرفش حد. ما يعرفش حد هيقولوا الامريكان والروس والاتراك وكل الاطراف. هتقدم اسماء علشان ترسم خريطة سوريا. تخيلوا مين بيرسم مستقبل العرب عندنا. تخيلوا كيف وصل بنا الحال الى هذا الحال. اذا بنضيف سوريا بتضيف للعراق. زي ما العراق راحت. اي حد تاني يقول العراق عادت. لا العراق ما عادتش. العراق النهاردة ثلاثة عراق. لكن ما لهمش دعوة خلاص. خدوا الجزء الشمالي ببتروله. ولهم علم ولهم نشيد ولهم برلمان ولهم رئيس.
ومحدش يقدر يدخل الا بتاشيره خاصه مش للعراق، تاشيره خاصه لدهم. وبترول وبترول العرب اللي في الخليج واموال الخليج ايضا راح، راح الثمن الحمايه، ضاع الثمن الحمايه. النهارده بندفع، الخليج بيدفع ثمن حمايته من نفسه، ثمن حمايته من نفسه. تخيلوا انك تدفع ثمن حمايه نفسك من نفسك. هو اللي بيهدد الخليج مين؟ الفرقاء اللي في الخليج، والمعركة الوهمية اللي مع ايران. وامريكا بتقول انا هاخد الثمن كاش على الترابيزة. خدوا تريليون دولار، تريليون دولار في سنة واحدة كانت تكفي لسداد كل ديون الامة العربية، والنص الثاني منها يعمل تنمية شاملة في الأمة العربية، دفعناها لأمريكا تمن حماية، حماية وهمية. أمريكا مش هتحارب لحد، أمريكا مش هتحارب لحد، لكن بتدي الوهم بالحماية وندفع تمن الحماية. احنا اللي بندخل أعدائنا وسطنا، وبنجيب من هنا ومن هناك اللي بيتحكموا فينا. النهارده الرئيس التركي بيتحكم في سوريا، بيتحكم في كل الشمال السوري، وكمان عايز يتحكم في مصر عشان ننفذ ايضا توجيهات. في النهايه هننفذ توجيهات الرئيس التركي ده. يا اخوانا اللي بيحصل في مصر، اللي حصل النهارده في مصر في سيناء، خبر لسه هيصدر بشأنه بيان عسكري، حصل اتضرب فيه حوالي 9 استشهدوا، ضابط وثمان جنود، 19 شهيد. تفتكروا ده مش تأكيد للمؤكد؟ دي صدفة، صدفة انه ده يحدث الان في اليوم المحدد لاعلان التهديد لمصر. يا اخوانا انتوا عايزين تسلموا مصر لمين؟ عايزين تسلموا مصر لمين؟ عايزين نسلمها لمين؟ للاخوان المسلمين؟ مش هينفع. لفريق عسكري؟ مش هينفع. لامريكا؟ مش هينفع. لتركيا او قطر؟ مش هينفع. لاي عفريت ازرق؟ مش هينفع. مصر مش ممكن تتسلم الا للمصريين، ومهما كانت الاخطاء. واحنا مش بنقول كده علشان نبرر لحد اخطاء، في اخطاء يمين وفي اخطاء شمال، وهتحدث هذه الاخطاء كل يوم. هو في حاكم ما بيغلطش؟ وفي حكومه ما بتغلطش؟ عندنا اخطاء كثيره جدا، بس نصلحها ولا ندمر البلد؟ نصلحها ونصححها ونقول الغلط فين ونتحاور فيه، انما نوقع البلد علشان نسلمها لحد تاني بره الموضوع بره الحساب؟ لا والله، هذا لن يحدث ولن يقبله الشعب المصري ولن تقبله من خط المحامين. انا باسم المؤتمر كله، باسم حضراتكم، بقول للجيش المصري احنا معاكم وبنشد بأيديكم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين في سيناء وغير سيناء، وما تسمحوش لحد يضربنا ولا يخترقنا ولا يخترق سيناء ولا يخترق الوطن العربي في أي مكان فيه. إخوانا الجيش المصري ضمانة لحماية الأمة العربية كلها، بس سيبوه في حاله. لو خرج الجيش المصري من موازين القوى، لو خرج الجيش المصري من ميزان القوة
في الوطن العربي ولا مكان ولا خريطة ولا خليج هيبقى ولا مغرب هيبقى ولا شام هيبقى ولا سودان هتبقى. هتضيع كل الدنيا. احنا يعني حرام نضيع بلدنا على 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 ايه؟ على ايه نتحاسب؟ في غلط نتحاسب، انما انا في بتاع ننزل نقاوم نظام الحكم وبعدين نعلن النهارده ان يوم مش عارف الجمعه يوم ايه؟ فنموت 19؟ ليه؟ ليه؟ دول ولاد مين ال 19 دول؟ مش ولادنا؟ احنا نقبل ده في حقنا؟ ثأر هؤلاء في رقبة كل من دعا لضرب الجيش المصري ولا تقويض مصر. هذا هو موقفنا الواضح من غير تفاصيل. ده لا يعطلنا عن ان احنا اصحاب دور حقيقي كمان في حماية حقوق الانسان في الوطن في مصر. واحنا مسؤوليتنا ان احنا ندافع عن حق كل مواطن في محاكمة عادلة وتحقيق عادل وسلامة بدنية وذهنية له امام المحكمة حتى يقتص القانون منه اذا كان هناك جريمة. مش هنسمح لمحامي ان تنتهك حقوقه في الدفاع عن نفسه او في الدفاع عن الاخرين، لان دي رسالته وده دوره اللي احنا متمسكين بيه وما زلنا متمسكين. قدر تمسكنا بوطننا بمصر وبجيشنا وبقواتنا المسلحة احنا متمسكين بالمحامين وبمحامينا وبنخبتنا التي تدافع عن الوطن في مكانها وفي دورها وفي مستواها. ده باختصار مؤتمركم، دي الرسالة الوطنية لهذا المؤتمر، أردنا أن نؤكدها مرة أخرى في الختام كما أكدناها في البداية. يبقى لكي نضيف لتوصيات المؤتمر ما طرحنا من زيادة للمعاشات في أن يوافق المؤتمر على المشروع المقدم من النقابة بزيادة المعاش إلى 3000 جنيه شهريا ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه علشان ما يبقاش مشروعنا بس، مشروعكم انتوا كمان. وإن شاء الله تنتهي الحساب الحزبة الاكتوارية ونعرضه في أقرب جمعية عمومية لإقراره ونفذه. احنا ايضا بنؤكد اللي ذكرناه في جلسة الافتتاح، ان معاش المحامي لن ينقص منه مليم عند خروج اي وارث من الاستحقاق، ويظل بالكامل لاخر مستحق فيه. خلاص انتهى عصر ان ترث النقابة المحامي. ده المشروع المهني اللي احنا حريصين على انه نؤكده. كل افكاركم اللي طرحت في هذا المؤتمر وفي غيره واللي هنتلقاها من كل النقابات الفرعيه هي محل دراسه ومحل تاكيد ومحل توثيق بما فيها التوجيه التشريعي بتاكيد تنقيه الجداول ووضع ضوابط القيد والاعداد لنقابة قوية عزيزة عظيمة لا يلتحق بها إلا من يستحق الالتحاق، ولا يتقدم إليها إلا من يستحق أن يتقدم إلى نقابة المحامين. ده التزام إحنا ملتزمين به أمامكم وأمام الله وأمام الله قبلكم. لنؤكد مرة أخرى أن نقابة المحامين لأبنائها وللوطن وللأمة. عاشت نقابة المحامين للوطن وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.